العلويين يقبلون أو يتقبلون تحديدا، يعني يتقبل أنه ما عنده مشكلة إذا انفرض عليه دكتاتور سياسي، عنده مشكلة إذا انفرض عليه دكتاتور ديني. الإمام علي قتل على يد فارسي، لهلا بدهم ينتقموا من قتلة الحسين، بس بعملكم سمعتوا واحد إيراني عم يقول لازم ننتقم من الإيرانيين المتشيعين المعممين المتطرفين، إنه شي حدا قال يا لسارات الإمام علي مثلا. أنا أكاد أجزم إنه هالعبارة اللي قالها المراسل يمكن اسمه جميل حسن أو هيك شيء كانت مقصودة وبإيحاء من أطراف معينة، لأنه هالعبارة هي ترافقت مع ظهور موجة من الأصوات العلوية الرافضة لحكم الأسد. مساء الخير، مساء الخير للجميع. سأحاول الاختصار قدر الإمكان. سأتحدث اليوم عن موضوع كان يجب أن يتحدث به رجال الدين العلويين وليس شخص مهتم فقط بالسياسة، لكن لكون هذا الموضوع الذي سأتناوله وتحديدا سأتحدث عن المدعو أحمد ديب أحمد، كون هذا الموضوع يحمل في طياته أهداف سياسية بحتة، سمحت لنفسي بالحديث عن هذا الأمر. بداية دعونا نتوقف عند هذه الشخصية المثيرة للاهتمام حقا. من المتعارف عليه عند العلويين منذ مئات السنين، متعارف عليه ويحافظون عليه، أن أي رجل دين أو أي رجل يتناول الشأن الديني ويتحدث عن المذهب يجب أن يتمتع بعدة لنقل ميزات، أهمها أن يكون معروفا، أن يكون معروفا لمحيطه، الشخص ينسب لعائلته أليس كذلك؟ أي منا، أي شخص منكم ينسب لعائلته؟ هذه نقطة. هلأ هو بيسمي حاله باحث ديني، باحث ديني، بس رويدا هو حيصير شيخ بالمناسبة، يعني ما هو إنه موضوع هلأ باحث، لأنه الهدف الموضوع أمامه هو ماشي عليه، ماشي بسرعة وماشي بطريق خطير جدا، وطبعا هو عم يستهدف العلويين تحديدا، العلويين. خلونا نبلش من بداية هذا الشخص أو من نسب هذا الشخص عفوا. هو يدعي أنه من بلدة اسمها يرتي في الساحل السوري، لكن الملفت للنظر أن هذه البلدة والتي تضم رجال دين، وهو النقطة لازم كتير نوضحها عندما نقول شيخ علوي. هلأ عند أهل السنة والجماعة أي شخص بيدرس شريعة بيصير شيخ، عند العلويين الأمر مختلف كليا. عند العلويين لتصبح شيخا عليك أن تكون من أسرة متدينة تضم رجال دين، يعني الشيخ بيكون عنده 6 أولاد، واحد منهم بيطلع شيخ، مو كلهم، إلى آخره. وهالعائلات هي التي تضم رجال دين عبر مئات السنين معروفة لجميع العلويين. هاي نقطة كثير مهمة. فمن هو أحمد ديب أحمد وما هو اسمه الحقيقي؟ هلأ لا يهم ما اسمه الحقيقي، هو اسمه خالد بالمناسبة، ما بهم خالد علي أحمد. هو يدعي أنه علوي، طبعا هو لم يكن يوما علويا. والقصة كالتالي، أهالي يرتي نفوا كليا أن يكون هذا الشخص منهم، وهم على حق، نعم صحيح هو ليس من يرتي، لكن من تبناه هو من يرتي. منذ عشرات السنين خرج من يرتي شاب ذهب إلى دمشق هربا من الواقع الذي يعيشه فقر إلى آخره، ما لقى شغل لسبب ما، ارتاد الملاهي الليلية لسبب ما، أو عمل هناك ليس مهمة. كانت هناك راقصة من شمال سوريا هربت، أخفت اسمها الحقيقي، هربت من شمال سوريا من إدلب تحديدا، من محافظة إدلب عشان نكون دقيقين،
وكانت تشتغل، تعرفت على شاب فلسطيني كتب كتاب عليا أو صادقة، الأغلب كتبوا كتاب عليا مشان الأمن الجنائي مشان هالأمور هاي. حبلت المخلوقة، حبلت دشرها الفلسطيني، عرضت على هذا الشاب اللي هو والده بالتبني لأحمد، للباحث الديني ودكتور في كلية الاقتصاد جامعة تشرين المدعو أحمد ديب أحمد. اشترطت عليه، يبدو كان وضع المادي ميسور، هو كثير فقير، اشترطت عليه انه تتزوجه او بتعيش معه مقابل انه يسجل الولد على اسمه، وسجل الولد على اسمه، وهيك اجانا النشمي الباحث الاكاديمي الدكتور احمد ديب احمد. انا ما بيهمني اصله ابدا، لكن اصله ما بيهمني كسياسي، لكن اصله بيلعب كثير دور إذا حاولنا فهم الدور الذي يقوم به. هذا الشخص مكلف من السورية للتنمية، وتحديدا من أسماء الأسد، هو رجل أسماء الأسد وهي من تموله، وهو يصر على تسميتها أسماء الأسد. وأنتم بتعرفوا المرأة لا تنسب إلى زوجها في الشرق، في الغرب تنسب إلى زوجها، هذا صحيح، في الشرق المرأة تنسب لأبيها مثل الولد، يعني تنسب لأبيه، ما بهم، رح نمرق بيها. وأنا وقت اللي بسميها أسماء الأخرس ليس انتقاصا، وبيت الأخرس بيجوز أحسن من بيت الأسد بكثير، أو على الأقل معروفين مين هنون، يعني ما هن نكرات مثل عائلة الأسد. سيدي أسماء ارتأت أنه طالما استطاع شخص ما يوما ما خرق العلويين، أشدد على هذه الكلمة خرق العلويين، وأتحدث عن سليمان الأسد الذي كان يكنى بالوحش، وبالوحش لأنه كان يصارع ويغلب العالم وإلى آخره، كان جسي و... فليش ما بتكرر الحالة هي وتحط لهم للعلويين واحد مثل النشمي هذا، وبينفذ الدور المرسوم إله بدقة، لأنه ما فيه ينفذ الدور اللي عم يقوم فيه لو لم يدعي أنه باحث ديني. هلأ باحث ديني بعدين في المذهب النصيري لاحقا بيصير شيخ، تذكروا كلامي. لازم نفهم هالشخص هذا لوين بده يوصل العلويين. تو يمكن بعضكم تابع محاضراته وبينشر فيديوهات كتير، وكان له متابعين كتير، ولهلأ في له متابعين. هلأ خفوا كتير الحقيقة، خفوا من لحظة تسخير المذهب العلوي لخدمة شخص بعينه، وأقصد الأسد، خفوا كتير. هلا بغض النظر خفوا ولا ما خفوا، ما كتير هاي النقطة مهمة، إنما مهمة مشان البقية يفهموا إنه قسم كتير من كتير كبير من العلويين وقت فهموا توجهوا بعدوا عنه دشروه. وطبعا عند العلويين مرفوض كليا، مرفوض كليا أن يتحدث شخص، أي شخص، بالشأن الديني إن لم يكن ذو خلفية دينية. يعني أنا سياسي بحكي بالدين، بحكي بالمذهب، بحكي ضمن النسيج الوطني السوري، هو عم يحكي بعمق. هلأ كونه معلوي كيف حصل على المعلومات، والمعلومات اللي عم ينشرها بالمناسبة صحيحة لكنها غير كاملة. يعني هلأ شغلي ما كتير صعبة خصوصي بالنسبة لأسماء الأسد، وأنه تحصل على المعلومات اللي عم يقدموا له إياها ويحكيها، وأنتم بتعرفوا في كتير خصوصي هدول المساعدين الأوليين يعني مستعدين يبيعوا أعراضهم مقابل المال. بذكركم المذهب العلوي ليس تبشيري، يعني ما في واحد من خارج العلويين فيه يجي ويصير علوي، حتى للعلويين يعني اللي أمه علوية وأبوه علوي، إذا ما توفرت فيه شروط معينة ممنوع يدخل بالمذهب، يعني السمع الحسني إلى آخره إلى آخره، كمال العقل يعني ما يكون مهم. هاي مواضيع بس حبيت أوضحها مشان الصورة تتوضح. يعني إذن ما هو الدور المرسوم لهذا الشخص تحديدا؟ اللي بيتابع هذا الشخص
اللي بيتابع هذا الشخص بيفهم أنه خطابه موجه للعلويين بالدرجة الأولى، ليس خطاب تنويري لبقية المذاهب أو والأديان، إنما هو مخصص، هو يستهدف العلويين تحديدا. اللي بيتابعه بيفهم أنه العلويين قبل حافظ الأسد ما كانوا موجودين، كما لو أن حافظ الأسد هو من أسس هذا المذهب وهو رأس الهرم به، وهذا كلام منافي للحقيقة ومنافي ولاء العلويين أو رأس الهرم أو المرجعية العليا، هو الإمام علي كرم الله وجهه، لا حافظ الأسد ولا غيره ولا غيره. إنما ما يسعى إليه هذا النكرة هو زرع هذه الصورة، كما لو أن حافظ الأسد هو من أسس المذهب العلوي. هاي نقطة. النقطة الثانية هون الخطورة الفظيعة، قلتم تعرفوا ما هي العروة الوثقى وهي في السماء. هذا النكرة وبكل وقاحة وبشكل مخالف لكل تعاليم المذهب العلوي يريد إيصال رسالة أن العروة الوثقى هي حافظ الأسد، والعلويين تحديدا يفهمون كلامي أكثر من غيرهم، وهذا كلام مرفوض، مرفوض عند العلويين الملتزمين بمذهبهم. وليس بجوز هون في نقطة كمان لازم هيك نوضحها، العلويين ليسوا إقصائيين في المذهب، يعني شخص علوي ما التزم بشيء ما حدا بيكفره، ما حدا بيقول له انت مرتد، ما له عقوبه، خلص بس بيبعدوا عنه، بيعزلوا حاله عنه، خلص ما في مشكله، يعني ما في مشكله. انما ما بيعتبروه بينه وبين حاله ما بيعتبروه علوي يعني، من او من حيث كمذهب يعني. هلا علوي اجتماعيا ما لنا مختلفين يعني، والعلوية أخذي يعني شكلين، العلوية كمذهب اللي هو المذهب النصيري، وفي عنا شيء اسمه العلوية كحالة اجتماعية واللي هي بتشمل كل العلويين الموجودين بمناطق معينة بسوريا. إذن هذا الشخص، هذا النكرة يريد إيصال رسالة واضحة، وللأسف وصلت لبعض المارقين، المارقين في المذهب والمارقين في الحياة من ضعاف النفوس من اللصوص والمنتفعين وإلى آخره، أن حافظ الأسد هو العروة الوثقى. النقطة الخطيرة الأخرى هو حط، والعلويين بيعرفوا شو عم بحكي، حط المدعوة لصة سوريا الأولى أسماء الأخراس بمقام خديجة رضي الله عنها أو عليها السلام، ما بعرف شو الأصح، خديجة الكبرى. انتبهوا، خديجة الكبرى، وعم يوصل هالرسالة وعم يزرعها بالنفوس. هلأ في عالم قلت لكم في ضعاف نفوس بيعرفوا بيمشوا معه وماشيين معه، ماشيين معه. لاحظوا بكل خطاباته، بكل فيديوهاته، بكل فيديوهاته هو بيركز على شغلتين، على آل الأسد، يعني هو بيحكي كتير عن شغلات كتيرة بس بيربطها بالنهاية بالأسد، وبيربطها بالخامنئي والخميني. هلأ هو بينشر فيديوهات عن الخلاف العلوي أو النصيري الشيعي، وكلامه صحيح وفي خلافات أعمق من هيك بكتير، أعمق من اللي عم بيحكيه. وأنا هلأ ما بيهمني أنا ما عم بحكي هلأ أمور دينية، أنا عم بحكي عن مشروعه السياسي، كيف عم يستخدم المذهب لإيصال رسالة معينة وزرعة في النفوس ونقل العلويين، نقل العلويين من الإيمان المطلق بمرجعيتهم، يعني بتعاليم مرجعيتهم، معروف شو مرجعية العلويين، إمام الإمام علي كرم الله وجهه والأئمة الأخرى المعصومين يعني، بس الإمام علي هو بيحكي عن الخلاف مع الشيعة فقط ليبعد عن نفسه تهمة الجاسوسية لإيران، وهو الحقيقة جاسوس إيراني. ومشان اللي ما بيعرفوا كتير يميزوا، ما في فرق أبدا بين أنه يزرع عند العلويين، يعني هو عنده هدف، هدفين بآن واحد، بس الهدفين بيصبوا بمرمى واحد، يعني اللي
سواء غدر ينقل العلويين باتجاه إيران فهذا نصر إله ولإيران، أو نقل أو شال أو لغى مرجعيتهم اللي هي الإمام علي واستعاز عنا بالأسد، هو بيكون حقق الغاية. يعني لذلك هو بيحكي، يعني تصوروا واحد يقول انه العروة الوثقى في الارض وهي بشخص حافظ الاسد، هذا كلام. بس هذا الباحث في المذهب النصيري واللي هو ابعد ما يكون عن تعريف او نشر المذهب ابدا او ايضاح المذهب ابدا ابدا، هو عم يستهدف العلويين، هو عم يستهدف العالم اللي بالاساس هي علوية، لينقلهم من الحالة هي، من حالة الولاء طبعا بالتأكيد في عنا رب العالمين، بس في عنا المرجعية. يعني أهل السنة والجماعة بيأخذوا بالصحابة وتعاليمهم، إنما المرجعية طبعا القرآن واحد ورب العالمين واحد، مشان ما حدا يفهمني غلط. فهو عم ينقلهم، هو عم يلغي، عم يحاول يطمس حقائق لنقل ليس مقدسة بمعنى التقديس، إنما راسخة في نفوس العلويين، ليشيلهم من الإمام علي ويحطهم بشخص حافظ الأسد. انتبهوا هلا، هو على فكره، على ذكر حافظ الاسد وبشار الاسد، يمكن كلكم بتعرفوا، كلكم او ما بتعرفوا، ما المتابعين بيعرفوا انه حافظ الاسد لم يتحدث يوما عن مناقب الامام علي، لم يتحدث يوما طيله 30 سنه من حكمه بشكل علني، بينما يتحدث وتحدث مع زواره مئات المرات، وأصلا أي لقاء كان يسوي حافظ الأسد يبلش بالدولة الأموية. ما مرة حكى عن مثلا الإمام علي. نفس الشيء بشار الأسد، نفس الشيء، لأنه ما بيصير شخص هو بده يحل محل الإمام علي يحكي عن مناقب الإمام علي، مو هيك؟ فهي مهمته لهذا التافه، أقول تافه لأنه أي شخص يعبث بمعتقدات الآخرين حتى لو كانت خاطئة فهو صاحب مشروع تخريبي، خاصة بهالظروف اللي عم تمر فيها سوريا. يعني نحن ما بنخلص من موضوع التكفير مثلا الجماعات المتطرفة إلا بيفتحوا لنا مواضيع جديدة وجديدة لا تقل خطورة. إذن هذا الشخص هو عم يستهدف العلويين، بده ينقلهم من حالة بتشكل أساس المذهب عندهم لحالة أخرى اسمها الأسدية، واللي ما بيرضى منه يهاجر، الطريق مفتوح، يروح. وعلى فكرة ما حدا فهمان هواجس العلويين أكثر من بشار الأسد نفسه، وأكثر من حافظ الأسد بحياته نفسه. شوفوا يعني هلأ لو السويدة قريبة من الساحل، كل يوم بيطلع من الساحل إلى السويدة ما بدي أقول لكم بس مئات العوائل. لذلك حافظ بشار الأسد لعبة صح من لمصلحته، إنه حاصر العلويين، حاصرهم، هم محصورين البحر النصرة. تتذكروا اللي صار بسوريا، بتتذكروا تحديدا عناصر النصرة كان مسموح إلهم يروحوا على إدلب فقط،
يعني الجيش بيخوض معارك وإلى آخره مع النصرة، وآخر شيء بيوقعوا اتفاق بس يخسروا المعركة خالص، مثلا ما بيعتقلون، ما بيقدموا للمحاكمة، ما في قوانين بالنهاية يعني فيما أو ما يشبه الدولة السورية، في القانون الجنائي القانون العام بعده شغال يعني ما حدا وقفه، ما بيحاكمون. بعد ما بيكونوا خسروا المعركة بيبعتون على إدلب، وبعتهم على إدلب كانت لغاية، وهي الغاية هي حصارهم. أنت ما عندك منفذ، أنت هون انقلت إيه وانقلت لا، بدك تمشي بالسياسة اللي أنا بدي إياها، بدك تحارب خصومة شئت أم أبيت، ما بتحارب خصومة بخليك تحارب غصب عنك، بخليهم يجوا يدبحوا أسرتك مثل ما صار بالمجازر اللي صارت بالغاب وبغير الغاب وبحمص، ما في خيار يعني. محاصرة. حدا شي مرة سمع هذا الباحث في الشؤون في المذهب النصيري عم يحكي مثلا عن المخدرات تذهب بالعقل كليا أو جزئيا، مو هيك؟ ومن ذهب عقله يخرج من المذهب. هذه أحد تعاليم المذهب العلوي بالمناسبة، ما في حكي عن من هذه آفة تهدد، وخصوصا يعني الساحل أكثر من أي منطقة في سوريا، أكثر من أي منطقة يضخ بها الأسد مخدراته، أكثر من أي منطقة، لأنه المطلوب تدميرهم. نقطة ثانية، كونه هذا الشخص كما يدعي، تعرفوا عند العلويين ما في، العلويين مذهب العلوية مذهب غير تبشيري، يعني رجال الدين العلويين ما بيحكوا على العام أي شيء بيتعلق بالمذهب، حتى لل يعني فمشان ما نتشعب. لاحظوا وقت اللي طلع مراسل بإدلب الحسن وحكى عن استهزأ بأمير النحل، هلا انا اشك، هلا الزلم اعتذر بس اشك انه ما بيعرف مين هو امير النحل، احد صفات الامام علي كرم الله وجهه. امير النحل استهزأ فيه، ما سمعنا، ما طلع سيد احمد ديب احمد واعترض، تعرفوا ليش؟ ما سمعنا هالتافه هالسافل شو اسمه هذا حسين مرتضى، ما شفنا برهوم انشح نتن، ما شفنا كل الابواق الثانيه طلعت حكيت كلمه، علما هاي الكلمه بتهين اي علوي بالمناسبه يعني. ولازم كمان تهين الشيعة، انما الشيعة اصلا ما كثير بيهمون الامام علي، الشيعة بيهمون الحسين وليس الامام علي بالمناسبه، واصلا بفضلوا الحسين، بفضلوا الابن على الاب يعني. طبعا بيحكوا عنه كونه ابوه للحسين، لانه اللي بيخدم مشروعهم مظلوميه الحسين، وتعرفوا الحسين قتل بقرار من الخليفه الاموي او هيك صار تاريخيا يعني. الامام علي قتل على يد فارسي، لا هلا بدهم ينتقموا من قتلة الحسين، بس بعملكم سمعتوا واحد إيراني عم يقول لازم ننتقم من الإيرانيين المتشيعين المعممين المتطرفين، إنه شي حدا قال يا لسارات الإمام علي مثلا، طبعا لا، لأنه ما فيهم ينتقموا من حالهم، بينما بيرفعوا الشعار يا لسارات الحسين. حدا شي منكم سمع شاف شو واحد منهم طلع رد على هذا المراسل أو وضح له؟ أبدا لا. علما هون في نقطة كتير خطيرة، أنا أكاد أجزم أنه هالعبارة اللي قالها المراسل، ممكن اسمه جميل حسن أو هيك شيء، كانت مقصودة وبإيحاء من أطراف معينة، لأنه هالعبارة هي ترافقت مع ظهور موجة من الأصوات العلوية الرافضة لحكم الأسد، ومع أحداث سويداء، مظاهرات سويداء، فكان لازم يذكروا العلويين انه يعني حتى الرمز كون او الامام كون
وهي احد اخطر الاوراق اللي عم يلعبها الاسد دائما ضد العلويين، يعني يا بتموتوا يا بتكونوا معي. في نقطة هون بحب أوضحها، استغل الحلقة. العلويين يقبلون أي دكتاتور غير دينه، وهي المعادلة لهلأ المعارضة، كل المعارضة ما فهموها. العلويين يقبلون أو يتقبلون تحديدا، يعني يتقبل إنه ما عنده مشكلة إذا انفرض عليه دكتاتور سياسي، عنده مشكلة إذا انفرض عليه دكتاتور ديني. دكتاتور ديني طبعا، إذا يعني لأنه أي دكتاتور ديني بده يطبق شرع ابن تيمية أو شرع ابن عبد الوهاب وإلى آخره، يعني بده يتدخل بعقائدهم، لذلك رفضوا وحيرفضوا وحيقاتلوا لآخر طفل، لآخر طفل. بدك أو بدكن العلوية يمشوا معكن، اطرحوا مشاريع وطنية ومشاريع عرعورية وقرضاوية ومشاريع إخوان مسلمين. يعني في نقطة كتير كمان مهمة لازم أذكرها وأختم. أي باحث أو أي شيخ علوي أو رجال الدين العلويين يتميزون بالثبات، ما عنده اليوم موقف وبكرة موقف، الثبات، مواقف ثابتة في العقيدة في السياسة، في أصلا ما بيدخلوا بالسياسة. شيلكن عن هالكم أنشح اللي سواهن بشار الأسد رجال دين علويين وفرضهم على العلويين.